مسلسل المفروض ان هو هينزل السنه دي، ممكن بقى طبعا مع اللي بيحصل حوالينا ممكن يتأجل السنة الجاية، لسه مش عارفين هل هينزل فعلا السنة دي ولا هيتأجل السنة الجاية. وهو مسلسل واندا فيجن، التريلر بتاعه نزل تقريبا من اسبوع بس للأسف لسه ما شفتهوش، لان بصراحة يعني سمعت ناس كتيرة بتقول حلو وسمعت ناس كتيرة بتقول مش حلو، فكنت متردد اعمله ولا لأ. غير اصلا انا التو كاركترز دول يعني في عالم مارفل السينمائي، في مارفل سينماتيك يونيفرس، مش بحبهم قوي، او مش حوار مش بحبهم، مش من محببين ليا يعني زي الكاركترز التانيين. ف يعني فكرت كتير ان اعمل تريلر، وفكرت كتير ان قلت فاكس، وبعدين قلت مش مشكله ادي فرصه يمكن يطلع حلو، مش مشكله نتفرج عليه. مفروض ان اللي هينزل السنه دي برضو والسنه الجايه في مسلسل بتاع فالكون وينتر سولجر في 2021 على ما اظن، او 2020 لسه برضو مش عارفين. هو المفروض في حاجات نازله زي ما قلت السنه دي، واحتمال برضو ممكن تتاجل السنه الجايه، فلسه مش عارفين اي حاجه. فالكون وينتر سولجر بصراحه حاسه مش منتظره قوي او مش متحمس له خالص، لان حوار ان فالكون بقى كابتن امريكا ده بجد الموضوع ده معصبني جدا. يعني كان نفسي باكي هو اللي يبقى وينتر سولجر، سوري، كان نفسي باكي يبقى هو كابتن امريكا من اخر فيلم اللي هو اند جيم يعني. ففكره فالكون ان هو يبقى كابتن امريكا الحوار ده بصراحه مش بلعه يعني. وفي مسلسل تاني اللي هو المفروض يبقى لوكي، اللي هو الشخصيه اللي هي لوكي بتاع ثور، هو عاملين برضو مسلسل عليه هينزل تقريبا السنه الجايه. وفي حاجه تانية اسمها ميسز مارفل او ميس مارفل، مش عارفين ده ايه اصلا. حبيت اشوف الكاست برضو لسه مش موجود، مفيش غير اسم واحده، حتى واحده مش مشهوره يعني، هي واحده هنديه هي تقريبا هي اللي هتبقى ميس مارفل. وهيبقى في شي هالك، بس مش عارفين ده لسه هيبقى فيلم ولا مسلسل، احتمال كبير يبقى فيلم. وفي مسلسل تاني هينزل اللي هو هوك اي، ده انا بصراحه بقى مستنيه، لان انا الكاركتر ده بصراحه بحبه جدا، واحد من احلى الكاركترز اللي انا بحبهم في عالم مارفل السينمائي. وهيبقى برضه نفس الشخصيه يعني، هيبقى جيرمي رانر، هو هوك اي اللي كان موجود في الافلام هو اللي هيبقى موجود في المسلسل. بالنسبه للمسلسل بتاع واند فيجن، طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هما تقريبا نفس الكاركترز برضه، اليزابيث اولسن ولا اليزابيث اصلا ولا اولسن؟ اليزابيث اولسن هي نفس الكاركتر برضو، اليزابيث اولسن وبول بيتاني هم نفس الكاركتر يعني، هم اللي عاملين سكارلت ويتش وهم اللي عاملين فيجن. وهيبقى في معانا كمان كيت دانينجز اللي ما اعرفهاش، اللي كانت عملت مسلسل قبل كده اسمه تو بروك جيرلز يعني. بس دول اللي انا اعرفهم في المسلسل لحد دلوقتي. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ورا مره، هشوفه معاكم دلوقتي التريلر لاول مره بتاع واندا فيجن، ده السبين اوف بتاع عالم مارفل السينمائي المفروض يبقى حلو يعني، المفروض يعني حسب كلام الناس. فهشوفه دلوقتي معاكم لأول مرة، يلا بينا. Wanda and Vision, aren't we a five pair? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Deep in the dark, your kiss spilled like a love that fills me with the rain of hope. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. Usual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. أنا شو ما فهمتش أي حاجة. يعني هو كانوا في ايج تاني أو كانوا في عصر تاني، وحتى الأبيض والأسود بيبين يعني هم كانوا في عصر قديم، وبعد كده مع مرور الأحداث حاجة حصلت تقريبا بقوا في العصر بتاعنا بتاع دلوقتي ولا إيه. أنا برضو تقريبا ده اللي أنا فهمته. شدني في ثانيه البت السمراء تقريبا اللي ظهرت في الاخر التريلر دي، تقريبا دي نفس البت اللي كانت موجوده في كابتن مارفل، كانت صاحبه بري لارسون اللي هي كابتن مارفل يعني، تقريبا هي نفس البت على ما اعتقد يعني، مش عارف يعني، مش محمسنيش بتاتا التريلر، محمسنيش نهائي. بقى هل هينزلوا تريلر تاني ولا هو ده مجرد بس ده التريلر اللي ده الاوفيشال تريلر؟ المفروض يمكن ينزلوا تريلر تاني، يمكن ليه لا. بس انا التريلر ما عجبنيش خالص على فكره، انا يعني ما عجبنيش، انا مش عارف الناس اللي بتقول كان حلو في ايه، انا مش عارف ايه الحلو اللي فيه يعني.
هو المفروض فيجن مات، يعني المفروض فيجن مات في اند جيم، فانا مستغرب برضو هو ازاي موجود. فيمكن احداثه تبقى قبل اند جيم او انفينيتي وور، او في حاجه برضو في دماغي مش عارف اذا كان ممكن تبقى صح ولا لا، ممكن واندا فيجن خلقت فيجن في خيالها او عملت زي الوجن بحيث ان هي تعيش الرياليتي معاه، بحيث ان هو على اساس ان هو يبقى موجود معاها في حياتها، لان هي المفروض هي ما ماتتش صح. واندا فيجن سكارلت ويتش ما ماتتش، بس فيجن هو اللي مات، فيمكن هي خلقت فيجن من خيالها وعيشت الوهم معاها في الواقع. ويمكن المسلسل ده بيليد لدكتور سترينج 2، ما اعرفش، لان المفروض هي طالعه في دكتور سترينج 2 على فكره، سكارلت ويتش المفروض هتبقى معاه، فيمكن هي طالعه معاه في دكتور سترينج 2، فيمكن مع نهايه المسلسل ده ممكن هيليد لدكتور سترينج 2 الفيلم. يعني ده مجرد راي، يعني ما اعرفش، لان لما هي المشهد لما جاء فيجن كان بيسال الست اللي كانت في العربيه مش عارف انت ماتت انت متي ولا، فالست قالت له لا انت اللي مت، فانا مش فاهم. فبالطريقه دي انا شايف ان نظريتي انا هي اللي صح، يعني حاسس ان هو عادي المسلسل ده بعد انفينيتي وور وبعد اند جيم وكل حاجه، ومجرد سكارلت ويتش خلقته من لا شيء، هو مات، هي مجرد عملته ان بارلل يونيفرس زي ما بيقولوا، عملت فيجن ان بارلل يونيفرس عشان توهم نفسها ان هو لسه عايش. بس ده كان مجرد راي. انا بالنسبه لي عالم مارفل السينما انتهى على فكره، عشان تبقوا عارفين، يعني انا لسه فاضل لي، انا الحاجه الوحيده اللي انا منتظرها في مارفل دكتور سترينج 2 وسبايدر مان الجديد اللي هو هيبقى الجزء الثالث، انما كل الافلام اللي تانية اللي هتنزل بقى ذا ايترنلز وجانج تشي وبليد وشي هالك وثور لاف اند ثاندر، ولا جادن ثاندر لاف اند ثاندر، مش عارف كابتن مارفل 2 وحاجات عبيطه بصراحه. انا كل الحاجات دي بصراحه مش منتظرها نهائي بقى خالص، ما مش عايز اشوف بس دكتور سترينج 2، لان انا سمعت ان هو هيبقى اول فيلم رعب في عالم مارفل السينمائي، فده انا فكره عجباني ذات نفسها، دكتور سترينج 2 وسبايدر مان الجديد. غير كده كل الافلام التانية دي كلها بقى لح، يعني ما مش جايه معايا سكه خالص. حتى التريلر لسه شايفه ده انا مش قادر اقتنع، ده ايه ده اساسا؟ يعني ايه المسلسل الغريب ده؟ كمان ديزني بلس، معرفش. نسبه ترقبي بصراحه للمسلسل مش عارف 5 من 10، غير لو ممكن اكون في تريلر تاني هينزل يغير انطباعي للاحسن، فممكن نسبه الترقب بتاعتي تزيد، الله اعلم. فانا معرفش بصراحه، انا نسبه ترقبي زي ما قلت هي 5 من 10 للمسلسل، يمكن زي ما قلت يمكن يكون في تريلر تاني ينزل بعد كده بيغير يعني نسبه ترقبي للمسلسل. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على المسلسل واندا فيجن. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تدعموا القناه ماديا هسيب لكم لينك باتريون وباي بال في الديسكربشن. يلا باي باي.